الشاب خالد برضو ولعت مسرح اكس فاكتور. بجد احنا مبسوطين انك موجود معانا النهارده. بجد مبسوطين انك موجود معانا النهارده، وعايز اسالك على الاغنيه دي بالذات، لان الاغنيه دي حاصله على مرشحه لست جوائز انترناشونال. صح صحيح، وصلت برضو للعالميه زي تلات ارباع اغانيك عيشه وددي ايه الرساله اللي انت بتوصلها للغرب من خلال اغانيك وموسيقاك العربيه؟ هي والله العظيم هذه اغنيه الراي، هي اغنيه الحفلات، اغنيه فرح. الرساله اللي موصلها للجاليه اللي عايشه اللي هي يعني رساله حب، رساله كل العرب، رساله الحب، رساله السلام، رساله التوحد. الشاب خالد منورنا على المسرح. ربي يخليك. احنا عرفنا
احنا عرفنا ان بدايتك كانت من خلال فرقة طبعا، فعايزين نعرف ايه رأيك، تفتكر قد ايه مهم ان العالم العربي يقف جنب الفرق؟ يا ريت انا كانت في عمري 6 سنين تعلمت الجيتار، تعلمت الناي كل شيء، على 10 سنين كانت في عمري 10 سنوات يعني عملت كوّد فرقة الاولى. يعني اليوم يعني من الشباب اللي عندكم اليوم يعني مش كما احنا اليوم، كان كل تسهيلات وكذا، هي العمل. هي دي النصيحة اللي بيقدمها الشاب خالد لكل الناس اللي بتقدم في الاكس فاكتور. شكرا، نورتنا على مسرح اكس فاكتور. يعطيك الصحة شاب خالد. بعد الفاصل واحد من المشتركين بيخلص مشواره، خليكم تابعينا عشان تعرفوا مين هو.